ليش هيك عم تحوصي وعينك عساعدك؟ سراب صاير شي؟ صاير. شوفي طولي بالك. سراب بسم الله. سراب يلا افتحي، عمل لك افتحي. فاروق بيك. سراب شو يلي مجننه هيك؟ فاروق بيك عم تلعبي علي ها؟ خير فاروق بيك؟ شوفي رح تكسر الباب. اهدى وفهمني شو يلي صاير. طلعتي عم تلعبي فيني لتوعيني، لا تصورينا وتبتزيني. اي صورة واي لعبة؟ صدقني ما عم بفهم عليك. لعبتك انكشفت. ممكن تهدى وتفهمني شو القصة؟ اهدى وحاكيني بس لحتى أفهم. فكرتيني ولد؟ ايه وبعدين؟ الزام حدودك. أنا ما بقبل تهين بنتي. هي اللي عم تهين حالها مو أنا. تعي لهون. عم تشجعني على مو خجلاني من حالك؟ ليش هيك عملتي؟ بابا بعد عنا. هلا بدي أفهم. قول أفهم أنا بالأول؟ رح دفعك ما عملتك. فاروق بيك ايه دفعني تمن بس قلني شو عملت. انت معصب بلا ما تبتلي فيها. جيم متركني. ما حدا يوقف وشي بقى. بعد عمل لك بعد. أنا خالق بيك. شبه الشركة؟ الشركة عم تحترق بابا الحق. شو عم تقولي؟ شو صاير عندك؟ فاروق حاولت دق لك شي 100 مرة، الشركة كلها احترقت وما قدرت أوصلك. حدا صار له شي؟ لا ما حدا، بس الشركة كلها ياتا راحت. انطفى الحريق. وينك انت هلأ؟ انطفى هلأ. أنا جاي على المغفر. يلا تعال عندي. طيب ماشي يلا جاي لعندك. ما خلص حسابنا. اي صح لسه ما خلص. بدي افهم. عم استنى اسمع تبريركن وهذا حقنا. نيسان احترقت الشركة وانا قلبي هو يلي احترق بابا. مو بس انا، كل يلي كانوا موجودين. بابا انتو اليوم كان ذكرى زواجكن. ممكن حدا منكن يفهمني شو عم يصير؟ ليش معكن بالحفلة؟ شو صاير معكن؟ لانه تفاجأنا بصورة حلوة على الشاشة. صورتكن عم تبوسوا بعض. نعم؟ انت سمعان حالك شو عم تخبص وتحكي جيم؟ ويا ترى شو اللي تفاجأت فيه لهالدرجة؟ انه هنن عم يبوسوا بعض؟ ولا انه فضيحة بنتك طلعت على الشاشة؟ سراب حكي مزبوط؟ جاوبي. ها؟ جاوبي سراب. ما رح أقول غير يا عيب الشوم عليك. أنا أمنت على بنتي وبعدها تشتغل عندك بس أنت ما صنت الأمانة. عن جد يا عيب الشوم. رح تدفعي تمن هاللعبة. منشوف. بابا معلش توقف شوي. جيم وصلها على البيت.